السلام عليكم خوتي، دائما احنا في حنا رانا في واتساب اليوم هنا عند خوتنا خونا. اليوم على كل حال عندنا واحد جزائري توفى، انا لله وانا اليه راجعون. جينا نعزوه ونصلوا عليه جنازه، وماشي غير واحد جزائري، في عده جزائريين سمعنا. على كل حال مسكين راح يدوا الجزائر غدوه. يعني الغربه هذه شوفوا، كان الغربه اسمها غربه، شوف الانسان وين يموت وين يخدم وين عايش. يعني غالبيه الانسان يجي شاب هنا وبعد يلحق روحه كبر هنا، يعني الغربه غربه. على كل حال مع خوتي هذو وندعو لهذا الانسان اللي مات، وان شاء الله ربي يرحم جميع موتى المسلمين ويشافي مرضى المسلمين. وعلى كل حال كي شفتي ما جات اليوم تبكي، يعني امر يعني يبكي شويه. خويا السلام عليكم. السلام، شراكم لاباس؟ بما انك انت مغترب هنا خويا، يعني هذا السيد شفناه اليوم صلينا على الجنازه، وش الشعور تاعك؟ يعني واحد الموت يا كلها ارض الله، لكن في الغربه وش يعني النوع تاعها والاحساس تاعها؟ الغربه واحد كيموت حاجه صعيبه بزاف، متقاس بزاف والديه، واحد ماكش كيما يموت في بلاده قدام والديه. واحد الغربه هي مره حرفيا، لازم واحد يتكاكا مليح، لازم يوجد روحو للعقوبة. هذه هي الدنيا، واحد عنده الوقت يموت. كاين ناس يخدم ومن بعد يديها واحد اخر، او اسمها الكواط والجري والاخر، ومن بعد تروح عندك دراهم ولا ما عندكش يساعدك يفعل الخير مع مولاك. صحيح، واحد يدير الخير ويخدم القبر، وهذه هي الدنيا. ولا يكتب له يموت، هو الاجر صح. كان لازم يفكر الموت. بارك الله فيك خويا وربي يرحمه ان شاء الله، جزاك الله خويا. على كل حال انا اللي مات اليوم وليد عمتي الله يرحمه الله يوسع عليه. بالمناسبه هذا يعرفه محمد، عامة يعرفوا محمد، لكن غالبية اسمه يعرفوا قلاقو هكذا. هذا الاسم على كل حال، هذا على كل ربي يرحمه محمد، ربي يرحمه ان شاء الله. رانا تلاقينا هنا في الشابل، جينا بزاف ولاد حمتو والجزائريين كاع مسلمين فيهم مسلمين. صح، ولاد حمتو كانوا ولاد يا جماعة فاصوني سال عليهم كاع اجماعين. واش حاب هذا الحال الامر هذا يا خويا؟ ان الله هو اللي يراجعهم، اذا هو راح الاول احنا كاع نروحوا. هذه حاجه من عند الله يا اخي. احنا نتمناو كما قال صحيبي، احنا نتمناو ان شاء الله الانسان يموت قدام عليه، يموت في ارض بلاده وفي ارض بلاده وفي ارض بلاده. وثاني على كل حال مكاتب الله هذا الشيء كاع نديرو اليوم هذا غدوه هذا انا واش نديرو يا اخي؟ احنا هنا يا رانا نتعاملو، رانا نتعاملو ان شاء الله لا جينيراسيون اللي جايه ما ديرش الغلطات اللي درناهم حنايا. احنا ما درناش غلطات، احنا ما كانش الارضيه ما كان والو، كنا نجرو على الكوار على الاخر. على كل حال جرينا على الكوار درنا، بصح لا جينيراسيون اللي جايه ان شاء الله نوروا لها نوعوها باللي الا درنا حنا كاش ميستيك ولا غلطه ان شاء الله ما يديرهاش هما. واش نقول لك يا اخي صالح؟ راك تشوف السيد عرفناه كيما حنايا ورجينا قاعدين شانا كبرنا ان شاء الله يا اخي. ربي يعطي الصبر يما، وان شاء الله ربي يعطي الصبر لمواليه كاع اجمعين ان شاء الله اجمعين. واش نقول لكم؟ السلام عليكم. يعني فريمون حاجة أخرى، يعني ما مسكينة غطني اليوم جات من الجزائر. على كل حال يعني تبكي وتقول يا وليدي سامحني يعني راضي عليه. يعني إن شاء الله في الجنة، إن شاء الله كما يقولوا الجنة تحت أقدام الأمهات. إحنا إن شاء الله أمالينا أماتنا إن شاء الله كاع كانوا في الجنة. على بالي كبدة وعلى بالي الإنسان كيفاش يحس، على بالي الإنسان كيفاش يحس والكبدة والكبدة واعرة. ولكن واش نقول يا أخي؟ إن شاء الله نصبروا معاه حنايا، وان شاء الله يا اخي كل واحد ربي يوفقه. يعني كاين اللي وفر، تصور انت كاين اللي ماتوا هنايا وكاين اللي والديهم جاوا كيما هذه جات يما، كاين اللي مساكن ما قدروش الظروف تاع والديهم يجوا بعثوهم، كاين اللي دفنهم هنايا، كاين اللي هي ارض الله كلها. لكن كي تشوف الامور هذه تقول لنا على البوان هذه جينا كاش قد الانسان يريح في بلاده مع مواليه. ولكن واش تحب كي تكون انت تعيش في بلاد اللي هربتنا من المفروض المسؤولين يقوموا بشعبهم وشبابهم. احنا ما نشوف ما طيبين اي حاجه، طالبين الخدمه والسكن لهذو الشباب والناس هذو. واش الجزائري واش يحوس؟ سكنه وخدمه وزواج، هذا ما يحوس. اروح
خونا كلمة برك كلمة 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 برك وعبر على شعورك كلمة على نقول إنا لله وإنا إليه راجعون ربي يرحمه إن شاء الله. الجالية اللي راكو تهضر عليها وكان جالية لا والو أو عودوا حسبوا حساباتكم خاطر الجزائريين عايشين بلا حكومة ولا بحكومة صح والله المستعان. بارك الله فيك يا أخو السلام عليكم. بارك الله فيك خويا إن شاء الله. وبك بارك أخويا صالح. ربي يرحمه إن شاء الله. وإن شاء الله كما قلت إن شاء الله اليوم تلقينا فيه أنا تلقينا فيه واحد من إن شاء الله هو تلقى فيه إن شاء الله أخويا ربي يرحمه إن شاء الله إن شاء الله ربي. أنت وليد حومتك هذاك؟ أنا وليد حومتي وليد ياسين. حيا ياسين ثاني وليد حومتك هذاك؟ ياسين أنا. اسمع الله يبارك يا أخو هاك بخوف الله يبارك الله يبارك. أنا كاع هنايا. شفت خالو يبكي اليوم خالو ثاني عنده خالو. واش نقول لك يا صاحبي؟ الله يرحمه يا أخو. دعاء إن شاء الله يا أخو. ندعو له هذا ما كان. أما الحاجة هذه أمانة عربي لما سيد ربي أمانة ويديها. أنا وليد نقدروا نديروا نديروا ندعو له. ونعاونوا واش نقدروا نعاونوا؟ نعاونوا. المسيرة تواصل إن شاء الله. هذا ما كان. بارك الله فيك خويا السلام عليكم. السلام عليكم.